أخبار اليوم. ولدت الفنانة الراحلة ذكرى في منطقة وادي الليل في تونس، وهي أصغر أشقائها الثمانية. كانت مشهورة بحنانها مما جعلها أقرب فرد لجميع أفراد عائلتها. عرف عنها تعلقها الشديد بأبيها منذ الصغر. بدأت الغناء أثناء وجودها في المدرسة، وكان والدها يشجعها على الغناء. وبعد وفاة والدها بدأت والدتها بدعمها هي وجميع أشقائها. وفي سنة 1980 شاركت في برنامج المسابقات بين المعاهد بأغنية اسأل عليا لليلى مراد، وهي نفس الأغنية التي شاركت بها بعد ذلك في برنامج الهواء فن ومواهب، وأحب الحكام صوتها وفازت بالجائزة الكبرى في النهائي. وفي يوم 23 يوليو 1983 بأداء مبهر ورائع لأغنية الرضا والنور لأم كلثوم، انتبه لها عز الدين العياش، وكان ذلك تذكرة دخولها لكورال البرنامج. ومن تونس إلى ليبيا انتقلت ذكرى، ومنها إلى مصر لتبدأ منها شهرتها في الوطن العربي، حيث التفت إليها الموسيقار هاني مهنا الذي أنتج لها ألبومين، الأول بعنوان وحياتي عندك سنة 1995، والذي كان ألبوما ناجحا في الوطن العربي، ومن بعدها ألبوم أسهر مع سيرتك عام 1996. كان آخر ألبوماتها باللهجة المصرية عام 2003 بعنوان يوم ليك، حيث صدر قبل وفاتها بثلاثة أيام فقط، وكان من أشهر أعمالها باللهجة المصرية وحياتي عندك، مش كل حب، الأسامي، الله غالب. وفي ليلة 28 نوفمبر 2003 تمت إذاعة خبر مقتلها على يد زوجها أيمن السويدي والذي انتحر بعد ذلك، وأعلنت السلطات المصرية أن زوجها قام بقتلها وقتل الخادمة بسلاح ناري قبل أن يقتل نفسه تحت تأثير الخمر، لكن هناك بعض الشكوك تشير إلى الجريمة وقعت لأسباب أخرى أو من قبل جهات أخرى. الفنانة ذكرى لأجمل فنانة.